بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الثوار الأحرار، شاوية وقبائل وعرب ومزاب وتوارك، وكل من شارك ودافع عن ثورة غرة نوفمبر 1954 الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أن نتقدم في تاريخ الثورة الجزائرية. هذه الحلقة الثالثة سنخصصها لمؤتمر الصمام ولشخصية إشكالية، شخصية عبان رمضان. مؤتمر الصمام جاء كقطيعة إن صح التعبير على المستوى التنظيمي مع ما سبقه، أي مع جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. أذكروا أن الثورة الجزائرية كما قال العربي بمهيدي: ارموا بالثورة في الشارع فسيتلقفها الشعب. يعني الثورة الجزائرية لم يشكلها جيش كبير مهيكل منظم وقيادة وهيئة أركان إلى آخره وقرر أن يخوض حرب، لا، هم شباب صغار كما قلنا في الحلقة السابقة، الحلقة رقم 2، لأن الحلقات مرقمة، يعني تاريخ الثورة الجزائرية حلقة 2. قلنا أن الشباب الذي شكل الثورة الجزائرية وجبهة التحرير الوطني هم أغلبهم من المنظمة الخاصة التي انبثقت من حزب الشعب الجزائري الذي يقوده مصالح الحاج، أي الشباب الذي يؤمن بالعمل العسكري الفوري وليس الانتظار أو المفاوضات السياسية. ومن أشهرهم طبعا محمد بوضياف، أحمد بن بلة، العربي بن مهيدي، كريم بالقاسم إلى آخره، الذين شكلوا اللجنة الثورية لوحدة العمل ثم جبهة التحرير الوطني. وحدث قطيعة مع الأحزاب التقليدية. في الحلقة السابقة أيضا تحدثنا أنه بداية جبهة التحرير الوطني تتصل ببقية الأحزاب حتى تنضم إليها شيئا فشيئا. مؤتمر الصمام في 20 أغسطس 1956، واد الصمام في منطقة بجاية يعني القبائل الصغرى، هو من هندسة صح التعبير ثنائي أو ثلاثة ربما. الأساسي هو عبان رمضان المخ المفكر، والعربي بن مهيدي رئيس المؤتمر. العربي بن مهيدي هو الذي فعل أعطى الضمانات لعبان بن رمضان وكريم بالقاسم. كريم بالقاسم أسد الجبال، أسد القبائل، قائد الولاية الثالثة التاريخي. عبان رمضان طبعا كان في السجن، ليس من مجموعة 22 ولا 6 ولا من مؤسسي جبهة التحرير الوطني ولا مؤسسي جيش التحرير الوطني، كان في السجن. أطلق سراحه في سنة 1955، وهو كان منظمة خاصة، يعني عنده خلفية عسكرية سياسية عسكرية. شخص لديه قدرة على التنظيم والتنظير، التنظير الفكر، أنه نحن أمام ثوار في الجبال، القتال سبق التنظير والتنظيم والفكر. يعني كانت ثورة وطنية نعم، لكن كل ولاية عندها قائدها ويقوم بما يراه صالحا في الداخل دون هيكل مركزي ستركتور سنترال كي جير لا ريفوليسيون. هيكل بنية مركزية تدير الثورة في جميع أنحاء الجزائر. إذن عبان رمضان هو صاحب هذه الفكرة، التحق مؤخرا يعني ليس من المؤسسين بجبهة التحرير الوطني، واقترح أن تنتقل الثورة إلى مرحلة المؤسسات وبناء المؤسسات، لكنه اصطدم بمجموعة طيارات وعوائق. عبان رمضان لا شك أنه شخصية ذكية جدا وماهرة، ولديه قدرة تنظيرية وتنظيمية هائلة، لكنه طرح في المؤتمر نقطتين أثار انزعاج الكثير من الأطراف الأخرى، نقطتين أصبحوا شهيرتين، وهي تفوق السياسي على العسكري وتفوق الداخل على الخارج. لو ترجمناها هذه، يعني هذه ستؤدي في نهاية إلى اغتيال وقتل عبان رمضان. لو ترجمناها هو يريد أن يقول تفوقي أنا كعبان رمضان على العقداء، على قادة المناطق العسكرية الذين يقاتلون، وعلى البعثة الخارجية متشكلة من أحمد بن بلة ومحمد خيذر وحتى حسين أيت أحمد كان في الخارج. إذن تفوق السياسي على العسكري وتفوق الداخل على الخارج أحدثت نوع من الفتنة طبعا
حدثت نوع من الفتنة، لأن صاغ عبد رمضان على مقاسي فلنعترف، وستلاحظون في كل حلقات سأحاول أن أكون موضوعي جدا، لأنه ليس من السهل أن نعمل في تاريخ حديث. يعني ثورة ليست ببعيدة، نحن نحتفل اليوم لأنه نسجل فيها الآن 1 نوفمبر بالذكرى 64 ثورة جزائرية، فنحاول أن نصف كل الشخصيات وحتى نختلف وحتى نتصارع وحتى نحدث التصفيات حتى نفهمها سوسيولوجيا دون قسوة، وبخاصة دون تخوين. أنا على ذكر عبد رمضان قرأت مرة من أحد الأخوة الجزائريين في تعليقات في الصفحة الخاصة بكواليس الثورة الجزائرية في فيسبوك أن عبد رمضان أطلقت سراحه فرنسا لتخريب الثورة عمدا. أنا لا أعتقد بذلك، أنا أعتقد أن كلهم وطنيين، ورغم أنهم تخاصموا في بعض الأحيان، رغم أنهم تقاتلوا في بعض الأحيان، رغم أنه حدث التصفيات في بعض الأحيان، لكن لا شك أنهم كلهم وطنيين باستثناء ربما قصة عجل العجول التي لديها ظروف خاصة جدا في منطقته حينما سلم نفسه للجيش الفرنسي. سنأتي حتى على ذكر قصة عجل العجول أو مأساتية في الواقع، لأن ارتبطت أيضا باغتيال مصطفى بن العيد. إذن عبر رمضان لما طرح هذا الشعرين هو ضرب في نفس الوقت الجناح الخارجي وخاصة أحمد بن بلة والعقدة المقاتلين فثاروا عليه، نجد البعثة الخارجية خاصة بن بلة ثاروا عليه واعتبروها نوع من التمرد أو عدم الالتزام بالإجماع، وعبر رمضان سقط ربما بدون أن يشعر في نوع من شخصنة الثورة. كانت فكرته لابد من زعيم لهذه الثورة، لكن أعمروش مثلا أفهموه أن هذه الثورة رفعت شعار لا زعيمة لا الشعب، وهذه كلمة قال لي يعني شخصيا الراحل مرحوم بشير بومعزة، لأن التقيت معه عشرات وعشرات الساعات، يعني قال لي هذا on a décidé dès le premier jour qu'il n'y a qu'un seul chef c'est le peuple. تعرف هم يحسنوا المؤسسي جبهة التحرير الوطني يحسنوا الفرنسية بشكل مطلق، لكن يتكلموا بالراء مش كيف نحن في أوروبا نتكلموا بالغاء. on a décidé qu'il n'y a qu'un seul chef c'est le peuple. عبر رمضان اصطدم بهذه المقولة لأنه طرح نفسه بشكل أو بآخر كزعيم للثورة وكقائدة كمنظمها كمنظر لها. في الأول دفع عنه العرب بن مهيدي إلى أن استشهد طبعا، ثم دفع عنه كريم بالقاسم، لكن فيما بعد كريم بالقاسم هو الذي وافق على اغتيال عبد رمضان وعلى إنهاء عبد رمضان الجسدي، لأن عبد الحفيظ بوصوف لا يجرى على قتل عبد رمضان دون موافقة وضوء أخضر من كريم بالقاسم والأخضر بالطبال لتروابي لجنة التنسيق والتنفيذ، لأنه لا يجرى بوصوف قائد المخابرات مؤسس المخابرات الجزائرية ويتأسست مالك يعني وزارة التسليح والتموين، هي في الأصل وزارة التسليح يعني للاتصالات والاتصالات تموين التي تمد الثوار بالأسلحة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى آخره، يعني هي الاتصال، ثم تشكلت كنوات للمخابرات التي حمت الثورة بشكل شرس رغم بعض التجاوزات هنا وهناك. لكن عبر رمضان كما قلنا حاول أن ينفرد بهذا القرار، اعتمد على دعم شخصية كاريزماتية مؤثرة ومن الرعيل الأول من مؤسسي جبهة التحرير الوطني وهي العربي بن مهيدي. لكن انتقادات لمؤتمر الصمام هو أنه لم يمثل كل الأطراف المشاركة في الثورة الجزائرية، غياب الولاية السادسة الصحراء، وفي المؤتمر الصمام تشكلت الولايات، قبل كانت المناطق العسكرية ثم الولايات مع مؤتمر الصمام ثم يعني بعد الاستقلال صارت النواحي العسكرية. فعبر رمضان إذن لم يحضر تحضر الولاية السادسة، لم يحضر تحضر الولاية الأولى التاريخية لورس، وفي نفس الفترة استشهد مصطفى بن بلعيد في حادثة الاغتيال بالتليفون، طائرة فرنسية ألقت بصندوق بالباراشوت أخذه فلاحين وصلوا للثوار
الألماني اعتاه حتى يستخدمه فانفجر في وجهه فقتل استشهد استشهد مصر بعيد، وكانت خسارة كبيرة جدا لأب الثورة. وثمت يامات طبعا أنه عجل العجول هو المسؤول على اغتياله. لهذا السبب عجل العجول فيما بعد بعده هو نفسه كاد جرح، يعني اشتبك وكاد يتعرض إلى محاولة اغتيال، تمرد وقد سلم نفسه للسلطات الفرنسية. أنا نعتبر عجل العجول ومات متأخرة يعني في بداية التسعينات، لكن نعتبره اخترق خط أحمر وهو الوحدة، الصراع داخل الوحدة. ممكن صراع لكن داخل الوحدة وليس خارجها. الآن ما هي أهم قرارات مؤتمر الصومعة؟ أهم قرارات مؤتمر الصومعة، ونأخذ من كتابي طبعا صراعات النخب السياسية والعسكرية، الحزب، الجيش، الدولة. أهم مؤتمر قرارات الصومعة طبعا باستثناء دعوة عبد الرمضان لتفوق سياسي على العسكري وتفوق الداخل على الخارج، هي تنظيم جيش، تشكيل جهاز تنفيذي يقود الجبهة ويسمى لجنة التنسيق والتنفيذ CCU، تشكيل جهاز سياسي يعد بمثابة برلمان أو لجنة مركزية للحزب، أطلق عليه تسمية المجلس الوطني للثورة الجزائرية CNRA، إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني. أنا النقطة الخطيرة إقرار أولوية الداخل على الخارج والجانب السياسي على الجانب العسكري، هذه النقطة التي تسببت في الفتنة. تشكلت لجنة التنسيق والتنفيذ الجهاز القائد من 5 أعضاء، وهم عبار رمضان وهو سياسي من غير مؤسسي الجبهة، بن يوسف بن خد وهو سياسي من غير مؤسسي الجبهة، سعد دحلب سياسي من غير مؤسسي الجبهة. لاحظ عبار رمضان دخل المركزية لسنتراليست اللي انشقوا عن مصالي الحاج وحزب الشعب. العربي بميدي مسؤول عسكري وسياسي مؤسسي الجبهة، كريم القاسم مسؤول عسكري وسياسي مؤسسي الجبهة. ثم مؤتمر الصمام قسم الجزائر إلى 6 ولايات عسكرية، الولاية الأولى تشمل أوراس وهي الولاية التاريخية معقل الثورة، والولاية الثانية قسنطينة محيطة، الولاية الثالثة قبائل وهي معقل الثورة حتى قبل 54، الولاية الرابعة الجزائر ومحيطها معطاء استقلالا ذاتيا داخليا لمدينة الجزائر، الولاية الخامسة الغرب الجزائري وعاصمة وهران، والولاية السادسة الجنوب الصحراوي. طبعا دائما أخذ من كتابي ردود الفعل حول مؤتمر الصمام، هو الجناح العسكري بدأ يتمرد والعقداء بدأوا يتمردون على عبان رمضان. هذه حكاية أولوية السياسي على العسكري لم يقبلوها. ويليام كوينت الأمريكي الاستراتيجي وكان عضو في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومختص في الواقع في الجزائر، وعندي كتابه هنا، ويليام كوينت عنده مفهوم لحكاية العسكري والسياسي، يقول البوليتيكو ميليتار في الثورة الجزائرية لا يوجد سياسي ولا يوجد عسكري، هو السياسي العسكري في نفس الوقت، والعسكري السياسي، العسكري هو سياسي والسياسي هو عسكري، والداخل هو خارج والخارج هو الداخل. وأعطي أمثلة، أحمد بن بلة مثلا كان في الداخل وفي الخارج، كان عسكري من منظمة الخاصة وصول عسكرية وشارك في الحرب العالمية الثانية، هواري بومدين ربما أفضل مثال، كان في الداخل قائد الولاية الخامسة وكان مقاتل في الداخل، ثم أصبح قائد للجيش الحدود ثم قائد هيئة الأركان في الخارج. ولا يمكن أن نقول أنه هواري بومدين ليس بسياسي، عبث أن نقول أنه ليس بسياسي. إذن ويليام كوانت أعطانا مفهوم جديد لنخرج من هذه الإشكالية، وهو مفهوم العسكري السياسي. كريم بالقاسم أفضل مثال، كريم بالقاسم قائد عسكري وقائد سياسي في نفس الوقت، عمروش قائد عسكري وقائد سياسي في نفس الوقت، ومن هو في الداخل ممكن أن ينتقل إلى الخارج، ومن هو في الخارج ممكن أن يعود إلى الداخل. العقيد لطفي يخرج يشارك في المؤتمرات ويرجع، واستشهد أثناء عودته من المغرب في بشار في الصحراء.
رحمة الله عليه. إذن عبار رمضان حسب رأيي تجاوز الخطوط الحمراء، تجاوز الخطوط الحمراء، لهذا كما قلنا قرر الثالوث، لأنه حكم، لأنه هم يحكمون بشكل جماعي، ولحد الآن المؤسسة العسكرية سنتحدث عنها تحكم بشكل جماعي، لا ديريكسيون إيكوليجيال، الإدارة جماعية، لا يؤمنون بفرد واحد يسيطر على كل شيء. أعتقد بومدين ذكر مرة في تصريحاته أنا لا أحكم إلا 40%. فهذا عبر رمضان استدام كما قلنا بالولاية الأولى، بالصحراء، الولاية السادسة، بالبعثة الخارجية، وبدأت الدائرة تضيق شيئا فشيئا ضده، إلى أن قرر حسب رأيي لولا موافقة كريم بالقاسم لا يجرى عبد الحفيظ بوسوف قائد المخابرات على اغتياله في المغرب سنة 57، ونشرت صحيفة المجاهد قتل في الاشتباكات مع العدو. هنا عبد رمضان لم ينجح في تكسير القاعدة الذهبية، لا يوجد إلا وهو الشعب، وهذه ستتواصل أنا أعتبرها إلى حد اليوم، حتى الرئيس بوتفليقة إلى آخره، لأسباب يطول شرحها، توازنات داخلية وجهوية وحتى داخل المؤسسة العسكرية، ليس بالزعيم المطلق، وهذه نقطة إيجابية للثورة الجزائرية، بعضها يراها نقطة سلبية. هي نقطة سلبية من ناحية كثير من الأحيان تحدث صدامات وتصفيات بين القادة، مثل مصطفى بن بولعيد وعاجل العجول، عبد الحفيظ بوسوف يقتل عبر رمضان، هذا لأنه لم يكن هناك قائد واحد. الثورة الجزائرية ليست مثلا مثل الثورة الصينية، ماو تسي تونغ زعيم كاريزمي أخذ مسافة على الجميع، أو هو شي من في فيتنام، أو لينين في الثورة البولشيفية. الثورة الجزائرية قريبة للثورة الفرنسية، وأنا أعشق يعني دراسة الثورات والمقارنة بينها، خاصة تشارلز تيلي درس كثير من الثورات واستخلص لنا قوانين سوسيولوجية من الثورات. الثورة الجزائرية قريبة من الثورة الفرنسية في هذه الناحية، الثورة الفرنسية ليس لها قائد واحد، قيادات في الجمع وليس في المفرد. الثورة الجزائرية نعم نفس الشيء، ليست لديها قائد واحد وإنما قيادات. لهذا حينما سعى عبر رمضان بأن ينفرد أو يتفوق تم إزاحته، نفس الشيء أحمد بن بلة حينما سعى فعلا أن يكون الزعيم الكاريزمي واستقبل تشي جيفارا، وعلى فكرة أحمد بن بلة يعني التقيت معه كثيرا هنا في جنيف الله يرحمه، هو كان صديق تشي جيفارا، وأبو مدين كان صديق الفيدال كاسترو، حتى تعرف الخلفية يعني، لأنه تشي جيفارا يريد الثورة دائمة في كل مكان، وفيدال كاسترو من أنصار بناء الدولة أولا، مؤسسات الدولة القوية الأمنية العسكرية، مثل ما أبو مدين برر ذلك. إذن الفكرة الأساسية أنه حتى أحمد بلة لما حاول أن يكون الرئيس القوي أيضا تمت إزاحته، وأحمد بن بلة استفاد كثيرا من مصر عبد الناصر، عبد الناصر اختار فعلا أحمد بن بلة وراهن عليه كزعيم أوحد للثورة الجزائرية، لأن عبد الناصر ركز زعامته بعد العدوان الثلاثي سنة 1956، أصبح زعيم كاريزمي مطلق في مصر، في داخل مصر، ولدي أيضا كاريزما على المستوى العربي وحتى العالمي. إذن في الجزائر هذه نقطة أيضا تحسب للديمقراطية، يعني يسهل الديمقراطية في الجزائر باعتبار أن ثقافة عبادة الشخص وعبادة الفرد واعطاه صلاحيات مطلقة وأن يتصرف كما يشاء غير موجودة. لاحظوا حتى في العشية السوداء ربما بعض يرى نقطة سلبية، نرى نقطة حتى نقطة إيجابية، رئيس الدولة لا يمضي سنتين ثلاثة يخرج، رئيس الحكومة يخرج، قائد الأركان، وزير الدفاع تبدل إلى آخر. إذا فكرة سوسيولوجية هامة جدا هو أنه لا يوجد زعيم واحد في الثورة الجزائرية، وإنما الشعب هو الزعيم. عبار رمضان لم يدرك ذلك ولم يفهم ذلك ولم يستوعب على الأقل ذلك، فتم إزاحته.
تم إزاحته بشكل مؤلم طبعا، بشكل مؤلم وكبير، لأنه تم دعوته كما قلنا للحديث في المغرب إلى آخره، لكن القرار اتخذ. حتى ابن أخي أعتقد نشر كتاب مؤخرا وشفت حصة تلفزية معه ويتهم كريم بالقاسم بأنه سبب في قتل بن رمضان، لأنه لخذ البوطبال يقولون متحفظ، بن طبال متحفظ، كريم وافق، وعبد الحفيظ بوسوف نفذ. وعبد الحفيظ بوسوف هذا عبقري مخابرات، تقولون قسوة غير قسوة إلى آخره. الثورة الجزائرية بنيت في ماذا؟ يعني في القسوة، قسوة الجبال وقسوة المستعمر الذي قتل 1.5 مليون، والإرادة الحديدية للثوار، القسوة مع النفس أيضا، والصبر، الصبر، لأنه هذوما شباب المنظمة الخاصة الذين فجروا ثورة نوفمبر يواجهوا في الحلف الأطلسي. فرنسا أرسلت 500,000 جندي وضابط الاحتياط، الشباب الفرنسي يخرجوا من الجامعات وهو يرسلوا للجزائر الاحتياط، جيش الاحتياط. فإذا لابد أن نتفهم كل مرة وأن نتجنب التخوين، الصراعات الجهوية والعروشية. في الخليج عندهم قبائل وما قبائل، احنا في المنطقة بتاعنا في تونس والجزائر والمغرب نتحدث عن العروش، وهي نوع من القبائل يعني، وبطون من القبائل. العروشية لعبت دورها أيضا، وهذه مسألة طبيعية، أنه القبائلي دافع على القبائلي، أنه الشاوي دافع على الشاوي، أنه الصحراي يعملوا نوع من العصبية الخاصة بهم. أول شيء هذه ظاهرة طبيعية في سويسرا، سويسرا الألمانية مش مثل سويسرا الفرنسية إلى آخره. هذه ظاهرة طبيعية في كل المجتمعات، الجهوية ظاهرة طبيعية. في تونس عندنا الساحل، الداخل، الوسط، الشمال، الجنوب، المنطقة الحدودية اللي يسموها كي جي بي مع الجزائر، الكاف، جندوبة، باجة. إذا مسألة طبيعية، الجزائر مثلها مثل الآخرين، لكن نحن كما قلنا في إطار ثورة أنجزت قبل أن تنظم أو قبل أن تكون لها هياكل. الهياكل جاءت بالفرنسي يقولوا au fur et à mesure، يعني ثاروا واستخدموا السلاح وشبكوا مع الاستعمار ونظموا أنفسهم شيئا فشيئا وطوروا مؤسساتهم. بدت من مؤتمر الصمام ثم تطورت شيئا فشيئا إلى وصلنا الحكومة الجزائرية المؤقتة الأولى، الحكومة الجزائرية المؤقتة الثانية إلى آخره. فهذه ديناميكية تحسب لهم دائما. أيضا لما نتعرض للشخصيات باستثناء الحركة طبعا الذين اختاروا أن يعملوا مع جيش الاستعمار وأن يقاتلوا مع الاستعمار الفرنسي، فلا نكون قاسين، لأن كما كنت قرأت تعليقات بعض يتهم هواري ومدين بأنه عميل فرنسا وتتبيه فرنسا إلى آخره. لأن سنواصل الحديث في هذه الحلقات حول الثورة الجزائرية، وسنحاول موضوعيا أن نتفهم كل طرف من الداخل، لأن الصراعات الداخلية هي موضوعية في بعض الأحيان تطرح كأفكار، مثل أفكار عبد رمضان التي اصطدمت مع بقية رفاقي وأخواتي في الجهاد، هذه الموضوعية. ثم الصراعات الذاتية من أجل الزعامة، نعم، من أجل القيادة، نعم، وهذه مسألة طبيعية عبر التاريخ. تروتسكي وستالين تصارعا، صحيح تروتسكي يريد الثورة الدائمة وستالين يريد فقط بناء الاتحاد السوفيتي أولا، لكن نعرف في نهاية المطاف هو صراع أيضا من أجل المجد الشخصي، من أجل السلطة الشخصية، من أجل من يحكم. هذه أيضا وجدت في الثورة الجزائرية، وكما قلت غياب زعيم كاريزمي أوحد سهل مثل هذه الخروقات. وطبعا الثورة الجزائرية كانت في قطيعة مع أب الوطنية الجزائرية مصالح الحاج، الذي كان فعلا أب الوطنية وكان الأكثر راديكالية قبل جبهة التحرير الوطني، هو الأكثر راديكالية من جمعية العلماء، من حزب الشيوعي عمار وزقان، من فرحات عباس المحسوب على الليبراليين، الأكثر راديكالية والأكثر استعداد استخدام السلاح إلى آخره. لكن طول طول سلحاش طول في الكفاح المسلح، فالشباب هذا قام بالمعجزة، وحكينا في الحلقة رقم 2 على انضمام التنظيمات السياسية الأخرى كأفراد وليس كتنظيمات حزبية. وهذه أحقق الحق أيضا فكرة عبار رمضان، هو الاتصال بكل الأطياف السياسية لتدخل جبهة التحرير الوطني، لأن هذه جبهة وعندها بيانها والهدف المركزي هو تحرير الجزائر.
ورغم كل التفاصيل ورغم كل الخروقات هنا وهناك، رغم بعض المآسي كما قلنا من استشهاد مصطفى بولعيد أبو الثورة الجزائرية وصراعه مع العجول، رغم كل ذلك نجحت الثورة، ورغم كل الانتقادات لعبد الحفيظ بوسوف حمى الثورة من الاختراقات المخابراتية الفرنسية الخارجية، حماها الثورة عبد الحفيظ بوسوف رغم كل الانتقادات التي يمكن أن توجه إليه. والعملية ليست سهلة، أن نعطي كل شخص دوره الحقيقي وبالضبط ونبرر سلوكه ونفسر سلوكه كل قيادي ليست عملية سهلة في التاريخ ولا في العلوم السياسية. حتى السينمائي ليس سهلة، يعني شفنا أفلام أحمد راشدي. أنا أفهم الصعوبات التي عانى منها في بعض كثير من الأحيان، يمسك العصا من الوسط، يعني شفت مسلسل مصطفى بولعيد مسك العصا من الوسط، من جهة الضابط الفرنسي يقول ميسيون اكومبلي، يعني المهمة نجحت باعتبار أنه أخذ فلاح أخذ الجهاز الذي أرسلوا باراشوت لمصطفى بولعيد، ومن جهة ثانية عجل العجول يقول لمصطفى بولعيد جماعي بخاطركم مع السلامة، وهو يمشي والآخر ينفجر. فالمخرج مسك العصا من الوسط، لا خيانة واضحة ومؤامرة واضحة من عجل العجول ولا تبرئة واضحة. وتفهم موقفه، لأن التاريخ يكتب، وربما نحن أفضل الآن، ربما أنا كجار لكم كتونسي عندي هذه المسافة الموضوعية، ربما أسهل لي، يعني أنا عندي فصل كامل في كتابي بصراعة النخب السياسية والعسكرية الجزائرية والصراع الجهوي، جهوي والإثني حتى كلمة مبالغ فيها، يعني بين القبائل والشاوية، وحدثت هذه مثلا بين القبائل والشاوية، وأعتقد إلى حد الآن موجودة الحساسية، وهي مسألة طبيعية أيضا، حتى إلا إذا يجوا ينفخوا فيها الوهابية والسعودية كما المزاب والفتنة اللي عملوها لنا في غردايا بين المزابيين والوهابيين، هذا شيء جديد يعني على الثورة الشعب الجزائري. إذن مسألة طبيعية، لهذا السبب نحاول أن نفهم كل شخصية كل دورها، أن لا نخون أي كان، لا توجد خيانات، ما عنديش حتى كل الكتب والوثائق هذه ما فيش خيانات. أعطيكم شهادة شخصية من رئيس الراحل الله يرحمه محمد بن بلة، قلت له شنو رأيك سي أحمد في مثلا الهوارب ومدين؟ والله بالحرف الواحد قال لي الهوارب ومدين سجنني، اعتقلني، سجنني 14 سنة، حرمني من الحرية 14 تقريبا، لأنه لاحظ مشني نقرأ، أنا من كل ما قرأته واتصالاتي على الجزائر وحتى المداخلة هذه لم أرد أنه هيكله حتى ورقة ما هيكلتهاش، والله إلا كتبت حتى عناوين على ورق. قال لي سي أحمد هواري بومدي رجل وطني لا شك في وطنتي، قاس جدا مع نفسي قبل أن يكون مع الآخرين، أضر بي لكن رجل وطني لا أشك في وطنيتي لحظة واحدة. شفتوا الرجال ماذا تقول؟ الله يرحمه سي أحمد بن بلة، ما وطن، وكلهم وطني نعرفوهم في المشهد هذا، قلت لكم باستثناء عاجل العجول لأسباب حتى إنسانية، ويقولوا مش هو سلم نفسه للسلطات الاستعمارية الفرنسية، وإنما به الأبوة خوفا على ابنه من هذه الصراعات الداخلية، وكاد يقتل وجرح فبلغ عليه حتى يبعد من الاشتباك مع إخوانه وينقذ حياته، أحد الروايات، لكن أنا أعتبرها تجاوز الخط الأحمر والله يرحمه عجل عجول، لأنه قبل البلاء الحسن أيضا وخاض معارك شرسة. فإذا هذا تلخيصا مؤتمر الصمام، نقل الثورة من نوع من العفوية إلى نوع من المركزية، بناء هياكل، صارت عندنا قيادة واضحة من ثلاثة، صار عندنا المجلس الوطني واضحة، لجنة التنسيق والتنفيذ بعد ستتطور إلى الحكومة الجزائرية المؤقتة الأولى وثانية سنتناولها في الحلقات القادمة. لكن شخصية عبد الرمضان أيضا حسب رأيي نهاية دراماتيكية، رغم من الصعب الآن نقول والله لو عزلوه مثلا ولم يغتالوه لماذا الاغتيال؟ كما قلنا هذه قسوة، وهذه القسوة الاستعمار، قسوة المستعمر الفرنسي، كل ثانية كل دقيقة كانت تحسب في ذلك الوقت. احنا الآن نتحدث في 2018 مرتاحين، عندنا مكيفات
وكاميرات متقدمة وانترنت وواي نحكي للشباب، لكن نتصوروا انه ناس في الجبال في قسوة الجبال ومشتبكون مع العدو، والقائد لا يعرف نفسه سيعيش ام سيموت. هو من اللي منضم للثورة هو مشروع شهادة، استشهد الكثير طبعا. فإذا سنواصل إن شاء الله هذه الحلقات، الحلقة القادمة سنركز على بعض الشخصيات الأخرى، وسنبين كيف بدأت تتطور هياكل الثورة، وخاصة مع دخول قوى جديدة لمعت في الحكومة الجزائرية المؤقتة الأولى والثانية، من فرحات عباس إلى سعد دحلب يوسف بن خدة، وهم ليبراليين أو مركزيين وليسوا من القادة الأوائل للثورة. والصراع بين السياسي والعسكري سيستمر في الواقع، رغم أنه ثم تداخل كبير، العسكري كان جزء في اللجنة المركزية جبهة التحرير الوطني حتى الدستور 1989، كانش ثم فرق. وعلى الطريقة الماوية والسوفيتية أنه الضابط العقيد عنده حق أيضا أن يكون عضو في اللجنة المركزية للحزب. فستتواصل هذه الحساسية. بومدين مثلا كان صنع عصبية عسكرية خاصة به، يقول نريدكم كالصفيحة الحديدية، واحذروا من تلاعب السياسيين. الكلون وجدة، الجماعة مجموعة وجدة أيضا ستعرض لها في الحلقات القادمة. الكلون وجدة يعني يقول لهم نحبكم كالصفيحة من حديد، متحدين متضامنين، واحذروا، ردوا بالكم، احذروا من تلاعب السياسيين. السياسيين يقصد بهم طبعا الحكومة الجزائرية المؤقتة واللي خرجوا برا إلى آخره. فسيستمر الصراع هذا بين السياسي والعسكري. أيضا الصراع الجهوي سيستمر، وحدثت أيضا بعض المآسي إحقاق الحق بين الولاية الأولى والثالثة، هي الحساسية الكبرى، لأنه كما قلنا معقل الثورة والقبائل والولاية الأولى لراس الممشى، وتفهم حتى القبائل إلى اليوم. القبائل يعني خاصة لا غروند كابيلي، القبائل الكبرى تزي وزو، أتفهمهم. لماذا تفهمهم؟ لأنهم بدوا الثورة قبل الثورة، وهم بدوا الثورة مع كريم بالقاسم قبل حتى الثورة المسلحة، يعني قبل حتى نوفمبر 54، واستبعدوا من الحكم. شفنا رؤساء عرب شاوية إلى آخره، لكن لحد الآن مثلا لم نرى رئيس قبائلي. وأيضا الأمازيغية تم تهميشها إلى برانتون بربر، تعرفوا ربيع البربري 1980 أعتقد، لكن الأمور تحسنت الآن، تحسنت بشكل كبير. وثم وعي طبعا أنه هذه تفاصيل تاريخية والوطنية أقوى بكثير من التفاصيل الجهوية والصراعات الجهوية. لكن الصراعات الجهوية وجدت، لا يمكن التغافل عنها أو تجاهلها، هي معطى سوسيولوجي في الثورة الجزائرية وفي الدولة الجزائرية، كما هي معطى سوسيولوجي في الدولة التونسية والمغربية في كل مكان تقريبا. يعني ثم هيمنة جهوية، الشمال الإيطالي وهيمن على الجنوب لأنه ماسك الاقتصاد إلى آخره. أيضا عيدكم مبروك، لأنه كل نوفمبر وأنتم بألف خير. هذه حلقة عمدا عملتها في غرة نوفمبر، في العيد 64 لغرة نوفمبر، وتحية للجميع كما قلت، قبائل وشوية وعرب وطوارق ومزاب والعدو ليس داخل، العدو رو دائما خارجي، والمتربص بالجزائر خارجي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله لحلقات قادمة.